طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات الحضور، الزملاء الإعلاميين، أرحب بكم في هذه الأيام المباركة، ونحن على مسافة أيام معدودة من شعيرة الحج، والتي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتمها على حجاج بيته الكريم بكل سهولة ويسر وأمن وعافية. نلتقي اليوم لنقوم بواجبنا العلمي والتثقيفي نحو إخواننا الحجاج والذين شرفونا من جميع بقاع الأرض لتأدية مناسك نسأل الله لهم ولنا التمام القبول. معنا اليوم كوكب من الزملاء في المجال الطبي والوقائي، لهم باع طويل في البحث العلمي وخدمة المجتمع. سوف نتجول معكم ومعهم في عدة محاور تهدف إلى تعزيز صحة الحجاج وتثقيفهم بهدف الخروج بإذن الله بموسم صحي، حج آمن وصحي بأعلى المعايير والمقاييس بإذن الله. في البداية أحب أن أتقدم الشكر والتقدير لجميع العاملين في وزارة الحج والقطاعات المشاركة في حج هذا العام على كل ما يبذلونه لراحة ضيوف الرحمن، وعلى رأسهم زميل الأستاذ ناصر السهلي مستشار المجلس التنسيق الأعلى لحجاج الداخل وعضو هيئة تدريس جامعة الملك عبد العزيز. حج هذا العام بالنسبة لي أنا كدكتور هاني الهاشمي، وأتوقع بالنسبة للجميع، مختلف، ينتظر الجميع، لأنه سبحان الله يعيد أحاسيس وذكريات كنا قد اشتقنا إليها على قولهم في السنوتين الماضية تقريبا في ظل جائحة كورونا. الحمد لله هذه السنة حنرى أرقام وأعداد حجاج بإذن الله تقارب المليون حاج بإذن الواحد الأحد، وهو شيء سبحان الله افتقدناه في السنة الماضية والسنة التي قبلها بسبب الجائحة. اليوم الحمد لله رب العالمين، إذا كنا نتكلم عن نفسنا هنا في المملكة العربية السعودية، نحن اليوم ولله الحمد أكثر المجتمعات وعيا والتزاما على جميع الأصعدة، ولعل اشتراطات الحج وتنظيمات المتبعة هي أكبر دليل. يمكن الزملاء حيتطرقوا لموضوع الاشتراطات الحج في هذه السنة خلال الملتقى، ولكن يمكن تحت يمكن 3 أو 4 خطوط يظل وعي الفرد هو حجر الأساس من حيث معرفة الأعراض التي قد تصاحب الأمراض التي تكثر في فترة الحج، والعوامل التي قد تؤدي إلى تدهور سريع في الحالة الصحية للحجاج، خصوصاً الحجاج اللي يعانوا من أمراض مزمنة مثل السكر، أمراض القلب، الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض المزمنة. يمكن عشان ما أطول عليكم في الحديث، يمكن ننتقل لأول محور مع أخي العزيز الدكتور أشرف أمير، بروفيسور طب الأسرة، نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، يحدثنا عن أهمية الصحة الوقائية للحجاج وخصوصاً في ظل جائحة كورونا. تفضل دكتور أشرف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الكرام الإعلاميين والضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك شكر جزيل دكتور هاني على هذه المقدمة الجميلة الرائعة اللي اختصرت كثير من المقدمة اللي كان مفترض أني أقولها، وراح أختصر كلامي في 10 دقائق إن شاء الله، بحيث أنه نلقي الضوء اليوم على أهمية الصحة الوقائية في الحج. إحنا كلنا نعرف أنه النظام الصحي في المملكة العربية السعودية أخذ منحنى جديد لأول مرة، بدأنا نتحدث عن خدمة جديدة نقدمها إلى أفراد مجتمعنا ومرضانا وأسرنا، هي الخدمات الوقائية. فتحولنا من الخدمة العلاجية إلى الخدمات الوقائية، اللي هي راح تلقي بظلالها بإذن الله على مجتمعنا السعودي بكثير من الفوائد في احتواء الكثير من المشاكل الصحية والكثير من الأمراض المتفشية، سواء كانت أمراض مزمنة أو أمراض معدية. وبالتالي هذا هو المحور الأساسي اللي احنا من خلاله راح نطور خدماتنا الصحية ونصل بمجتمعنا إلى تمام الصحة وكمال العافية بإذن الله. من نفس المنظومة، من نفس المنطلق اللي احنا نتحدث عنه على المستوى الكبير ومستوى النظام الصحي، الآن بنتجه في مسار جديد لتأمين هذه موسم حج عام هذا العام إن شاء الله من خلال هذه الخدمات الوقائية، إلى الوصول إلى حج آمن وسليم وخالي من الأمراض بإذن الله، ويعني نحتفل جميعا إن شاء الله في نهاية الموسم بنجاحه من عدة جهات، من الناحية الصحية، من الناحية الأمنية، من الناحية الخدماتية وكثير من الأمور. فاليوم أنا راح أتكلم عن الصحة الوقائية في الحج، وعلى حسب المحور، على حسب الموضوع، في عندنا 3 أو 4 حقيقة محاور أساسية
راح نتحدث عن الصحة، نتحدث عن الوقاية وجوانبها، نتحدث عن منسك الحج كشعيرة لها مقوماتها ولها خصائصها المميزة حقيقة، ونتحدث عن تحديات حج هذا العام، ويمكن كورونا ما زالت تلقي بظلالها على أهم مسارات هذا الاهتمام في تأمين سلامة الحج هذا العام أيضا. لو تكلمنا عن الصحة ورجعنا بمفهومنا للصحة، في سنة 1978 لما اجتمعت أكثر من 52 دولة في العالم لتعريف الصحة، وكان التعريف حقيقة تعريف شمولي جميل متكامل. عرف الصحة هي حالة من التكامل الجسدي والعقلي والنفسي والاجتماعي والروحي، وليس الخلو من المرض أو الإعاقة. يمكن كثير منا نعتقد أن الصحة أنه خلونا من الأمراض أو خلونا من الإعاقة، بل بالعكس الصحة هي لابد من اكتمال العناصر الأساسية، العنصر الجسدي وسلامة الجزء العقلي وسلامته والنفسي والاجتماعي وسلامتهم، على أساس نصل في النهاية إلى التعريف المتكامل. يصبح الفرد والمجتمع يتمتع بحالة من رفاهية الحياة، ويتمتع بحالة من تمام العافية واكتمال الصحة. يمكن هذا المحور الأساسي اللي احنا بنحاول الآن نعرفه عشان نضع كل محور من المحاور هذه في صورة من الخدمات اللي راح توجه لحجاج هذا العام إن شاء الله، لنصل بهذا التكامل في مفهوم الصحة. نتكلم عن التكامل الجسدي هو الخلو من المرض والإعاقة زي ما قلنا، والتكامل العقلي هو القدرة الحاج على التفكير السليم واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت الصحيح بعد التمتع بالتركيز في اتخاذ هذه القرارات. التكامل النفسي خلو الحاج من الأمراض النفسية والذهنية، وبالتالي التوترات اللي ممكن يواجهها أثناء رحلته الطويلة حتى يصل إلى مشعر الحج وخروجه من هذه المناسك بصحة نفسية جيدة. التكامل الاجتماعي هو القدرة على التواصل والاندماج الاجتماعي الموزون. نعرف إحنا موسم الحج هو موسم للعبادة، لكن هو أيضا للتعارف والاجتماع، ولابد من إيجاد النواحي الاجتماعية بحيث أنها تصل إلى المستوى الموزون حتى يتمتع الشخص بهذه الفوائد بشكل متكامل. بالنسبة للصحة الوقائية، الوقائية طبعا عندنا المثل المشهور: درهم وقاية خير من قنطار علاج. كل استثمار نستثمره في الوقاية من المرض بالتأكيد راح تكون مردودها أفضل بكثير من صرف الغالي والنفيس للعلاج من المرض. الوقاية هي في تعريفها هي كل الإجراءات اللي بناخدها والخطوات اللي بنتبعها والتدابير الإحترازية اللي بنقوم بيها عشان نحافظ على صحة الحاج ونقي بإذن الله من الأمراض والأوبئة المختلفة وحتى المشاكل الصحية والحوادث المختلفة الممكن تصير في الموقع. إذن ليش احنا بنهتم بالصحة الوقائية؟ لأنها بتعطينا بعد آخر للحصول على منسك يتميز بسلامته من ناحية المشاكل الصحية. عادة هي بتوفر الحاج الكثير من المعاناة والوقت والجهد والمال في معالجة الأمراض المادية والإصابات، وبالتالي بنقي الحاج من هذه المشاكل، بتساعد على الوقاية من الإصابة والأمراض. ولعلنا إحنا بنتكلم عن حشد كبير، يمكن الحج هو في المملكة منسك من المناسك اللي فيها حشود وتجمع أعداد ضخمة من أفراد مجتمع من جهات مختلفة في توقيت واحد في مكان واحد لغرض واحد بأعداد ضخمة كبيرة. فهذه الحمد لله المملكة العربية السعودية نجحت في إدارة هذه الحشود لسنوات طويلة، ويمكن الآن خبرتنا اللي اكتسبناها خلال هذه السنوات بإذن الله نصل بها إلى حج نأمل إن شاء الله بإذن الله يكون خالي وناجح من هذه الأمشاك. أيضا بتضيف جو من الأمن الصحي في موسم الحج وحشود الحجيج. طبعا لما نتكلم عن تاريخ الحج في المملكة، طبعا من الخبرة الطويلة على مدار 50 سنة من تقديم الخدمات لحجاج بيت الله، في عندنا حوالي 95 مليون حاج خلال 50 سنة الماضية حتى سنة 1939، 54 مليون حاج تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال 25 سنة، 23 مليون خلال 10 سنوات حتى سنة 1439. إذن هذه الحشود الضخمة الكبيرة جدا الحمد لله تمكننا بفضل الله من تقديم كل الخدمات المطلوبة وتأمين سلامة هذه الحشود الكبيرة. لما نجي نشوف تاريخ الحج بالمملكة، طبعا في كل سنة من السنوات بيصلنا أعداد كبيرة من الحجاج من أكثر من 180 دولة
20 مليون معتمر على مدار السنة، 2.5 إلى 3 مليون حاج، وبيجوا عن طريق وسائل مختلفة للنقل، يمكن الطيران يمكن هو أكثر الوسائل اللي بيصل فيها العديد من الحجاج. طبعا هذه حتى جائحة كورونا، حدثت جائحة كورونا وغيرت مسار توجهات الحج، واتخذت الدولة الكثير من الإجراءات الاحترازية بتخفيف الأعداد حتى وصلنا إلى أعداد محدودة. ولعلنا في المملكة العربية السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بالجهود الكبيرة اللي قامت بها وزارة الصحة وكثير من الجهات المعنية وعلى رأسها يعني القرارات الجادة والحكيمة من القيادة الحكيمة في احتواء الجائحة من خلال تخفيض المنحنى والمنحنى الوبائي حتى نصل إلى مستوى يمكن لنظامنا الصحي التعامل مع كل الجائحة في الموجات، الموجة الأولى والثانية وحتى الثالثة اللي ظهرت على مستوى العالم في كثير من الدول المتقدمة. ويمكن احنا بكل فخر نقول أن المملكة العربية السعودية ضربت المثل الأعلى والأمثل في احتواء الجائحة يعني بأخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصارمة من البداية. والحمد لله الآن احنا انتقلنا من فترة الانتشار إلى فترة الذروة اللي مرت فينا خلال العام الماضي، وبعد ما بدأنا نتعايش في مراحل مبكرة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم في فترة من التعايش. ويمكن هذا انفراج الآن نلمس ونتعايش إن احنا رجعنا إلى حد ما إلى الوضع الطبيعي لنستمتع بجميع مباهج الحياة بعيد عن مخاوف جائحة كورونا. أيضا التقرير اليومي اللي احنا نقول ما زلنا احنا في جائحة كورونا موجودة، وما زالت في هناك العدد أعداد بسيطة من أعداد موجودة من الإصابات، لكن الحمد لله الإصابات كلها تحت السيطرة، يمكن بسبب إجراءات الوقائية والتحصينات اللي أقرتها وزارة الصحة السعودية جعلت من المرض يعني يأخذ منحى المرض البسيط اللي ما في أي مضاعفات، ولا نحتاج إلى إدخال المريض للمستشفى، ولا نحتاج إلى أسرة عناية مركزة كما كنا في مرحلة من المراحل. حتى نسبة الوفيات الحمد لله نزلت إلى معدلات منخفضة جدا. إذن وزارة الحج أخذت بعض الاشتراطات الصارمة يمكن لتأمين حج هذا العام 1443 في رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج، حوالي 850 ألف حاج من خارج المملكة و150 حاج 150 ألف حاج من داخل المملكة. وطبعا وضعت لكل دولة من الدول مخصصات كما هو المعتاد وبعض الاشتراطات الصحية. طبعا الفئة العمرية اللي سمح بها للحج في هذا العام هي أقل من 65 عام، يمكن أكثر من 65 عام تكون القدرة الحاج الجسدية والمناعية ضعيفة جدا، بحيث أنه يعني قد يكون أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية، وبالتالي قد يعيق سلاسة هذا الحج بسبب وجود هذه الفئة. لكن أقل من 65 سنة مع اشتراطات صارمة في استكمال التحصينات الجرعات الأساسية من لقاح كوفيد 19 اللي اعتمدتها وزارة الصحة. أيضا الحجاج اللي هم جايين من خارج المملكة لابد أنهم يقدموا ما يثبت فحص سلبي PCR للكورونا على الأقل 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة. وبالتالي هذه الاشتراطات كلها في مجملها هيئت الوسيلة الصحيحة والآمنة لدخول الحجاج إلى المملكة وهم يتمتعوا بالصحة وعافية، ولا يعني وما يكون هناك أي نوع من أنواع المخاوف من نقلهم للعدوى. أيضا في حج هذا العام لأول مرة تقنيات جديدة في هذا العام في البطاقة الحج الذكية اللي أقرتها وزارة الحج، والهدف منها هو تسهيل تنقل ضيوف الرحمن والحجاج وسرعة وصولهم إلى مواقعهم ومخيماتهم في كل المشاعر في منى ومشاعر عرفة. وبالتالي هذه البطاقة الذكية تسهل هذا الوصول وعدم ضياع الحجاج في مناسك الحج، وبالتالي توفير الوقت والجهد وإعطاهم الأمان والاستقرار النفسي في خلال أدائهم لهذه المناهج المناسك. في أيضا مبادرة جميلة جدا حدثت أو أطلقت من وزارة الحج والعمرة سموها تحدي الحج والعمرة، تعاملت فيها المملكة مع يعني على حسب رؤية المملكة 2030 مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن. شارك فيه حوالي 1500 مشارك بأفكار إبداعية مختلفة وتجارب جديدة رائعة وابتكارات متميزة كلها تخدم
ضيوف الرحمن وتسهل عليهم عملية الأداء المتناسق وتوفر لهم البيئة الآمنة لخوض هذه التجربة بسلاسة. يمكن 6 مسارات اللي هي دخلت فيها هذه المبادرة هي إدارة الحشود، ويمكن هذا أهم جزئية، كيف ندير المليون حاج الموجودين عندنا، إدارة النفايات والمخلفات، إسكان المليون حاج، إعاشتهم عن طريق تقديم الخدمات الغذائية الصحيحة السليمة الآمنة، والصحة والنقل، وهذه كلها من الجانب الأخرى. أيضا وضعت اشتراطات لحج آمن، اعتمدت وزارة الحج ووزارة الصحة لقاحات معتمدة، يمكن أهمها عندنا البيوتيك وموديرنا وإكسفورد، جرعات معينة محددة. النصائح اللي نحن بنقدمها للحاج خلال هذه الفترة، طبعا في نصائح تتعلق بالكورونا، وإحنا تعلمنا خلال السنوات الماضية وهذا الجانب الإيجابي من جائحة كورونا اللي بنقول هي من محنة في داخلها منحة، تعلمنا من خلال هذه المحنة أشياء جديدة، وثقافة مجتمعنا بدأت تظهر باتباع السبل الوقائية، منها الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، منها التباعد الاجتماعي، ارتداء القفازات، واستخدام المناديل، وعملية الاتيكيت، العطس والكحة بالطريقة الصحيحة الآمنة تعلمناها، أيضا الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين، وأيضا التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة ومراقبة آخر الأخبار والتوصيات. يمكن هذه أحد التوصيات اللي بنوصي بها الحجاج، أنهم يكونوا على اطلاع بالمستجدات الجديدة وأي تعليمات جديدة تصدر من الجهات الرسمية لها علاقة بالصحة لابد من اتباعها، توجه للمراكز الصحية في حالة ظهور أعضاء وإحنا أعراض تنفسية. ويمكن هذه مبادرة بنسميها ثقافة الإفصاح، أي حد يكون عنده بعض الأعراض اللي يشك أنه ممكن تكون إصابة بأي مرض معدي، لابد يكون عنده القدرة للإفصاح عن هذه الأعراض ويصل للجهات المختصة من مقدمي الخدمة حتى يتم التشخيص وعلاجه بالطريقة الصحيحة. نصائح وقائية الحج آمن هي قبل الحج وأثناء الحج ثم بعد الحج. أول حاجة طبعا أخذ التطعيمات الضرورية، ويمكن إحنا الآن خلال الشهر الماضي هذه في عياداتنا وفي مجمعاتنا الطبية ومستشفياتنا بدأنا نعطي كميات كبيرة من لقاح الإنفلونزا ولقاح الحمى الشوكية، ليس فقط للحجاج، حتى للمواطنين والمقيمين، حتى لأنه يعني على أساس يكون في حماية كاملة للحجاج بما فيهم المخالطين من أفراد المجتمع حتى بعد عودتهم من الحج. مراجعة الطبيب قبل السفر، لأنه كثير من المرضى، كثير من الحجاج عندهم بعض المشاكل الصحية والأمراض المزمنة، فلابد من مراجعة الطبيب حتى يتأكد أنه المشكلة الصحية تحت السيطرة، وأنه أخذ كمية كافية من الأدوية، وأنه حصل على تقرير مفصل يساعد الجهات الرسمية والفرق الطبية للتدخل السريع لو لا قدر الله صار في أي حادث طارئ. أيضا إحضار حقيبة طبية، ويمكن راح يتم الحديث عن الحقيبة الطبية بشكل مفصل من خلال يعني المحاضرات القادمة. نصائح قبل الحج، طبعا أيضا من الضروري أخذ لقاح الحمى الشوكية في مدة لا تقل عن 10 أيام، مهم جدا 10 أيام، لأن هي الفترة المحددة اللي من خلالها يستطيع الجسم إنتاج أجسام مضادة تقي الحاج من اليوم الأول من دخوله في مناسك الحج وتعرضه للازدحام والمخالطة. أيضا تطعيمات الحمى الشوكية بتعطي مناعة إلى لمدة 5 سنوات، والإنفلونزا الموسمية اللي هي مفترض نأخذها كل سنة، ولقاح كوفيد طبعا لابد من يؤخذ الـ3 جرعات المطلوبة على حسب الاشتراطات. أثناء الحج لابد من التأكد من سلامة وصلاحية الأطعمة، لأن الأجواء الحارة الآن وموسم خصب جدا لتلف الأطعمة بسبب سوء الحفظ، وبالتالي التسمم الغذائي قد يكون أحد المخاوف اللي ممكن تصير في أي تجمع، وبالذات في هذه الأجواء اللي هي فيها تداول للأطعمة في ازدحام وتحت أجواء حارة. الحفاظ على نظافة البيئة والنظافة العامة والتخلص من النفايات بالطريقة السليمة وغسل يدين بالاستمرار وعدم الافتراش، يمكن هذه من الأشياء اللي هي تحافظ على البيئة النظيفة الآمنة للحج، بحيث أنه يكون في إمكانية للحاج أن يتنقل من مكان لمكان بعيد عن الملوثات وبعيد عن المواد اللي ممكن تؤدي إلى إصابته بالأمراض. شرب السوائل، لأن إحنا الآن بنمر بفترة صيف، ويمكن إحنا ما زلنا في بداية الصيف وليس في أوج الصيف، فمن المتوقع أنه تشتد الحرارة في الأيام القادمة، فشرب السوائل مهم جدا علشان تجنب الجفاف وأيضا تجنب ضربات الشمس. إحنا عندنا مشكلتين أساسيتين الآن، يعني قد تكون مخاوف كثير من مقدمين الخدمة، أنه ازدياد حالات
الإجهاد الحراري وضربات الشمس. الإجهاد الحراري بسبب فقدان السوائل، ويصير فيه تشنجات عضلية ودوخة وإحساس بالتعب والفتور، أو ضربات الشمس لما يصاب الجهاز المركزي المتحكم في التحكم في حرارة الجسم بالتلف، وبالتالي يصير في حالة إغماء وجفاف في الجلد وتشنجات ونزيف، ويحتاج المريض إلى العناية المركزة. فشرب السوائل وتجنب الأماكن المشمسة واستخدام المظلات الشمسية، وهذه كلها من الأشياء الوقائية اللي هي أنها تحمي الحاج من ضربات الشمس والإجهاد الحراري. أيضا بنلاحظ بسبب الـ يعني الحاج بيقوم بالمناسك وبيمشي لمسافات طويلة، بيصير فيه نوع من أنواع التسلخ، تسلخ في الجلد، وبالتالي التسلخات الجلدية تحتاج إلى استخدام بعض الكلمات. أثناء الحاج الحرص أيضا على وضع سوار المعصم، يمكن هذه على أساس يكون في تعرف على الحاج وتحديد هويته وتحديد موقعه، الحرص على احتواء الحقيبة الطبية، وراح نتحدث عنها بالتفصيل، استخدام أدوات تستخدم مرة واحدة عند حلق شعر الرأس، يمكن هذه النقطة هتكون تحت إدارة وإشراف وزارة الحج والبلدية لتأمين هذا الشرط، بحيث ما يكون في استخدام مشترك لأدوات الحلاقة، وبالتالي يكون في انتشار لا قدر الله لأمراض الالتهاب الكبد والبائبي وغيرها من المشاكل الصحية. تسلق في الجبال والأماكن المرتفعة، قد يظن بعض الحجاج أنه التعب الزائد أو الإجهاد أو التعني في الإرهاق والوصول لأماكن مرتفعة في جبل عرفة يعطيهم الفرصة للحصول على أجر وثواب. هو بالعكس، كلما الإنسان حافظ على صحته وسلامته راح تكون صحته هي وسيلته للحفاظ على قدرته لاستكمال مناسك الحج حتى النهاية. التوجه طبعا لأقرب مركز صحي إذا صار في أعراض صحية معينة، لكن بعد الحج أيضا هناك بعض النصائح، وأختم بهذا القول، إنه أعراض صحية بنلاحظها دائما بعد الحج، كثير من بعد انتهاء من موسم الحج والمناسك بيكون في إصابة بالوهن الجسدي والتعب والإرهاق، وبيكون في آلام في العضلات، وكثير من الحجاج بيصابوا بالزكام والرشح والانفلونزا، وهذه كلها واضطرابات معويه وارق واضطرابات في النوم، وهذه كلها من هذه بتحتم على الحاج انه يلجا بعد عودته الى موطنه او الى جهه اقامته، انه يعرض نفسه على الجهات المختصه من الاطباء حتى يتم التعامل مع الالتهابات التنفسيه بالطريقه الصحيحه، وضمان انه ما يكون الالتهابات التنفسيه هذه لها علاقه ببعض المشاكل لها علاقه بالعدوى زي الحمى الشوكيه وغيرها من المشاكل اللي بنلاحظها في بعض الحشود. الالتزام الإشراطات الوقائية بعد الحج، وتجنب مخالطة المعرضين للخطر وبالذات كبار السن أو الحوامل أو الأطفال بسبب أكثر عرضتهم لهذه المشاكل بسبب ضعف المناعة، الراحة والغذاء المتوازن، النوم الكافي، واستشارة الطبيب في أي أعراض طارئة. بهذا أختم وأتمنى للجميع الصحة والعافية والسلامة، ولحج هذا العام إن شاء الله النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا لكم وشكرا لحسن استماعكم. الله يديك العافية دكتور أشرف، يعني كالعادة عرض جميل ورائع وتسلسل متميز كده من قبل الحج أثناء الحج وبعد الحج، نصائح ثمينة جدا بإذن الله يستفيد منها جميع الحجاج. ننتقل الآن لحديث مباشر عن الأمراض الوبائية وكيفية الوقاية منها مع الدكتورة رجاء الردادي، أستاذ مساعد واستشارية الطب الوقائي وعضو المجلس العلمي للزمالة السعودية. تفضل دكتورة، الله يديك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لهذا التقديم الممتاز هاني. إن شاء الله دكتور أشرف ما شاء الله يعني ريحني من أشياء كثيرة، وإن شاء الله أكمل عليه، وفي بعض الأشياء اللي يكون فيها بعض التكرار أو بعض التأكيد يدل على أهميتها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هتكلم على الأمراض الوبائية وكيفية الوقاية منها. لو بدأنا نصف الأمراض الوبائية ونتكلم عن أنواعها، ففي عندنا أنواع بكتيرية وفي إصابات فيروسية. البكتيريا هي كما نعرفها كائنات مجهرية وحيدة الخلية دون نواة، الأمثلة عليها المكور الرئوي تسبب الالتهاب الرئوي، أو المكورات السحائية اللي تسبب التهاب السحايا، أو ما يعرف بالحمى الشوكية، وهو من أهم الأمراض الممكن أن تنتشر في التجمعات والحشود. كذلك الالتهاب الرئوي تكثر الإصابة فيه في التجمعات، وخاصة بين الناس المصابين بالأمراض المزمنة.
الفيروسات أيضا من أهم الأمراض المعدية التي ممكن تحصل في الحج أو في التجمعات. ممكن من الفيروسات الأنفية التي تسبب نزلة البرد أو الزكام، منها الآن ما هو متعارف في الوقت الحالي الذي حصل على شكل جائحة كوفيد-19 أو كورونا، كذلك الإنفلونزا. وهذه هي أهم الأمراض المعدية التي تحدث في الحج. ممكن يحدث الالتهابات المعوية أو النزلات المعوية كذلك في الحج، ولكنها لا ترتبط بأي نوع من أنواع التطعيم حاليا. ممكن بعض الأنواع المعدية تكون فطريات أو طفيليات، ولكن ليس لها أهمية كبرى كأهمية البكتيريا والفيروسات خلال فترة الحج. لو بدأنا نتكلم عن العدوى والأمراض، عندنا سلسلة العدوى، وهي العامل الرئيسي الوحيد اللي الطب كله أو العلم كله يجمع على إن كسر سلسلة العدوى هي اللي تخلصنا من المرض. سواء تخلصنا من عامل العدوى أو إذا كان في حامل للعدوى، أو تخلصنا من أو انتبهنا إلى خروج العدوى وكافحناها، أو طرق العدوى، عرفنا طرق العدوى واتبعنا الإجراءات الوقائية تكلم عنها دكتور أشرف، أو كذلك دخول العدوى باتباع الإجراءات الوقائية مثل لبس الكمام. كذلك الشخص المضيف، هذا شيء مرة مهم، الشخص الذي يتعرض للعدوى لازم يهتم في أشياء كثيرة سنتكلم عنها لاحقا. فإذا انكسر سلسلة العدوى هذه تعتمد على نوع العامل العدوى، كيفية انتقاله، طبيعته، هل هناك تطعيم أو لا يوجد تطعيم. فإذا كان في تطعيم يسهل علينا أن يكون استخدام التطعيم بصفة عامة لجميع الحجاج يريحنا، لكن إذا ما كان الأمراض اللي لها تطعيم، وخاصة إذا كان في أمراض ما نعلم عنها زي لما جاتنا الكورونا الشرق الأوسط اللي حصلت في عام 2014 أو كورونا الجديدة، هذه الأشياء ما كنا نعرف عنها، والبلد في فترة الحج مفتوح، يأتينا حجاج من دول كثيرة ما نعرف إيش الأمراض المتواجدة عندهم. فإحنا في هذه الفترة، في فترة الحج، يكون عندنا يعني لازم نضرب ناقوس الخطوات إصابة أو انتشار الأمراض إذا لم يتبع الحجاج الإجراءات الوقائية، خاصة في حال اعتبرنا أنه ممكن أن يكون هناك مرض لا يعرف في العالم. أنواع المخازن اللي ممكن يكون فيها المرض، ممكن الإنسان، الحيوان أو المحيط. مثلاً الإنسان يكون حامل للمرض، مثال على ذلك مثلاً الحمى الشوكية. في فترة الازدحام مثل ازدحام الحج أو في التجمعات الحشدية، يصل أحياناً إلى 25% منهم يكون حامل للمرض دون إصابة. هذا الحامل للمرض يكون عامل خطر، ممكن نشر العدوى لمن حوله. كذلك ممكن الحيوانات تكون حامل للمرض أو المحيط الخارجي، مثل انتقال المرض عن طريق الهواء وهكذا. كل هذه الأشياء لازم نأخذها في الاعتبار حتى نستطيع أن نحدد كيفية الوقاية من كل مرض. نتكلم عن الإنسان كمخزن للعدوى. إذا كان الإنسان مريض، فإحنا عارفين أنه هذا مريض، ممكن نعزله أو يكون أخذ العلاج أو اتبعنا أي إجراءات وقائية بخصوصه. أما إذا كان الشخص حامل للمرض، وهذا هو الخطر اللي احنا ما نعرفه، ممكن يكون حامل المرض حاضن، يحمل الجرثومة المرض قبل أن تظهر عليه الأعراض، وممكن يكون حامل للجرثومة وأصلاً لا تظهر عليه الأعراض ولا يصاب بالمرض، وممكن الحاضن يكون متماثل، شخص مستمر للعدوى لكن هو شفي لكن مستمر ينشر العدوى. وهذه عادة تكون في التايفويد فيفر، وفي الأكل تكون في الحمى التايفويد، وعادة تنتقل عن طريق الأكل في الناس العاملين في الغذاء، ودائما البلديات وفي الحج يكون في إشراف على هذا الموضوع، وفي فحص وفي إجراءات وقائية كبيرة تتخذ من جهة الجهاز المسؤولة، ولكن يجب أيضا على الأشخاص اتباع الإجراءات الوقائية حتى في حال وجود إجراءات وقائية للعامة. حامل المرض الصحي اللي هو يحمل المرض كما ذكرنا ولكن لا تظهر عليه الأعراض. فإذا حامل المرض يشكل مصدر خطر لنا في حال وجود، خاصة في حال وجود التجمعات. الآن لو عرفنا أنواع حامل المرض وعرفنا الأمراض، برضو يجب أن نذكر هنا أنه إحنا ما نعرف مين اللي حامل المرض، هو عايش بيننا وسليم، لذلك غسل اليدين، استخدام الكمامة، وكل الإجراءات الوقائية تفضل دكتور أشرف عنها وستذكرها الراجعة في الآخر، برضو مهمة جدا في فترة الحج. خروج العدوى، كيف يتم خروج العدوى؟ مثلا العدوى التنفسية عن طريق العطس أو الرذاذ الخارج من الجسم، عن طريق سوائل الجسم اللي تخرج، أو ممكن إذا كانت العدوى الالتهابات
والنزلات المعوية ممكن تكون عن طريق البراز أو إفرازات الجسم. لذلك كل مرض له طريقة مختلفة عن الآخر في انتقال العدوى. مخارج العدوى ممكن تكون جروح متقيحة ملوثة، إفرازات أغشية مخاطية، ممكن تكون بول، إفرازات الجهاز البولي، ممكن الرذاذ أو إفرازات الأنف، ممكن عن طريق اللعاب وإفرازات الفم، ممكن تكون عن طريق البراز وإفرازات الشرج، إفرازات الأعضاء التناسلية. كل هذه المخارج العدوى يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وعشان الشخص يقدر على أنه يحمي نفسه لازم يكون عارف أن الأمراض مختلفة وأن كل مرض له طريقة للعدوى، وأنه يجب اتباع الإجراءات الوقائية مع الأخذ في الاعتبار كل طرق مخارج العدوى. طرق العدوى لما نجد المرض كيف ينتقل، ممكن بالعدوى المباشرة أو العدوى غير المباشرة. العدوى المباشرة التعرض لشخص آخر، قد يكون عن انتقال العدوى من شخص مريض عن طريق ملامسة مباشرة، السلام، أو عن طريق سوائل الجسم، ممكن يكون عن طريق التعرض لحيوانات حاملة لعوامل ملوثة تنتقل إلى الإنسان عند تلقيه مثلا عضة من الحيوان المصاب، أو بفعل التعرض للإفرازات عن طريق اللمس. ممكن انتقال العدوى عن طريق من الأم للجنين عن طريق الحبل السري أو وقت الولادة. كل هذه نسميها عدوى مباشرة. لكن العدوى غير المباشرة هي لمس الأسطح الملوثة. في بعض الأمراض أو بعض مثلا الأمراض المعدية تنتقل عن طريق الهواء، يعني لما الإنسان يعطس الجرثومة تكون معلقة في الهواء وممكن تترسب على الأسطح، سطح الطاولة، على الأكل الباب أو على أي مكان ثاني. فبمجرد لمس هذه ممكن انتقال المرض من شخص لشخص. كذلك تناول أطعمة تحتوي على عوامل ملوثة أو أطعمة في فترة الحر لما ممكن يحصل تلوث غذائي إذا لم يتم حفظ أطعمة في مكان بارد يحميها من تكاثر البكتيريا داخلها. كذلك التعرض للحامل العامل الملوث مثل الناموس، زي في حال حمى الضنك الناموس تكون موجودة، فإذا جاء أي شخص مصاب بحمى الضنك من دولة موجود فيها حمى الضنك وكان عنده سخونة في فترة الحرارة هذه أو فترة السخونة، فترة وجود الفيروس في الدم، البعوضة هذه ممكن أن تنقل المرض من الشخص المصاب إلى الشخص السليم. كذلك البراغيث والقمل ممكن تنقل المرض من شخص إلى شخص. وأعيد وأكرر أن الحج تجمع لجميع أنحاء العالم، وكل دولة في عندها الأمراض المستوطنة فيها وعندها الأمراض الخاصة فيها، مع العولمة واتساع دائرة السفر والحركة بدأت كل الأمراض تتحرك من بلد إلى بلد، وخاصة في وفترة التجمعات والحشود والناس يكونوا في الحج. كما تفضل دكتور أشرف أنه في مشقة، ممكن الجسم يتحمل أعباء، ممكن ما يكون مهتم في الأكل أو ما يكون مهتم في الشرب، أو يكون عنده مرض مزمن وما يهتم برضه في الأدوية. كل هذه تؤدي إلى احتمالية الإصابة بالأمراض. دخول العدوى نفس الشيء، هو موطن لكسر سلسلة انتقال العدوى. ومداخل العدوى ممكن تكون عن طريق الفم أو الجهاز الهضمي، مثلا إذا كان الأكل ملوث أو الواحد ما غسل يدين ومسك أي شيء بدون غسل اليدين. كذلك وجود خدش أو جرح ممكن أن تنتقل عن طريقها العدوى. الأنف والجهاز التنفسي من أشهر الأماكن وأكثرها إصابة في فترة الحج. كذلك نقل الدم ومشتقاته ممكن يكون سبب العدوى. إذن المرض المعدي يجب أن نفكر في مسبب العدوى، العدوى نفسها، فترة الحضانة، وكذلك المرض، وكل واحد من هذه لازم نفكر كيف ممكن نكسر سلسلة الإصابة بالعدوى فيها. مثلا فترة الحضانة هي الفترة من التعرض الجسم للجرثومة أو دخولها للجسم حتى بداية الأعراض. وهذه الفترة، فترة الحضانة، تكون فترة خطيرة لأنه إحنا ما نعرف إنه الشخص فيها مصاب بالمرض لأنه لا يوجد أعراض. لذلك فترة العدوى ممكن تبدأ من وقت فترة الحضانة حتى بعد المرض، امتدادا مع المرض. ممكن هذه الفترة برضو تكون مهم أننا نعلق عليها ونركز عليها، أنه هذا الشخص في فترة إصابته بالمرض وجود الأعراض ممكن يكون قابل لأنه ينشر المرض لمن حوله. لذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل المريض ومن قبل الأشخاص المحيطين فيه مهم جدا. إذن أمراض المعدية المنتقلة عن طريق الرذاذ، وهي الأهم والأكثر انتشارا بحسب الإحصائيات إنه الإنفلونزا والزكام هي أكثر الأمراض انتشارا في الحج، يليها الإصابات الجهاز الهضمي أو الإسهال.
الحمى الشوكية الحمد لله بفضل وجود التطعيمات والتأكيد على استخدام اللقاح كما ذكر الدكتور أشرف، على الأقل 10 أيام قبل الحضور للحج استخدام اللقاح الموصى به من قبل الجهات المختصة، وقاية وهيئة الصحة العامة، يقي من المرض. لكن أي يعني تردد في استخدام اللقاح، أو إذا كان في ناس تتردد في أخذ اللقاح أو لا ترغب في استخدامه، ممكن لا سمح الله إذا كان في فئة كبيرة ممكن أنه يحصل عندنا انتشار للمرض أو فاشية خلال الحج. لكن الحمد لله بسبب الاشتراطات إلى الآن والحمد لله سنوات طويلة لم يحصل عندنا أي انتشار لهذا المرض. كذلك الكوفيد 19 والإنفلونزا، لكن الحمد لله أن الاشتراطات الجديدة واشتراطات التطعيم لكل القادمين للحج الحمد لله يعتبر هام جدا. فإذا وجود التطعيم يعني يمكن ريحنا من 3/4 المشكلة الإصابة بهذه الأمراض، فأغلب الأمراض الحمد لله سيطر عليها بشيء بسيط بالتطعيم. التهاب الحمى الشوكية والتهاب السحايا، التهاب الأغشية التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي ويمكن أن تصيب أي شخص. تنتقل أغلب أنواع الحمى الشوكية عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي، وبداية الأعراض تشبه الإنفلونزا ولكنها تزداد حدة، والمرض خطير جدا ممكن يؤدي إلى إعاقات أو الوفاة. ولكن أخذ اللقاح من أهم سبل الوقاية من المرض، وهو من أهم النجاحات في موسم الحج استخدام اللقاح الإنفلونزا ولقاح الحمى الشوكية. الإنفلونزا ممكن في بعض الناس يقولوا أنه هو مرض بسيط وما يحتاج وممكن يجي، لكنه هو خطير للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، وكذلك خطير بالنسبة للحجاج لأنه تغير عليهم طريقة الأكل، تغير عليهم النوم، في مشقة وفي جهد، لذلك رح يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا. وحتى لما يكون الشخص تحت إجهاد ونمط حياته متغير وما احنا متأكدين أنه ماشي على نمط الحياة السليم، ممكن المناعة تختل وبالتالي الإصابة بالإنفلونزا، لكن ممكن تكون يعني الأعراض أقوى وأشد من فيما أصيب لها في أيام العادية. لذلك لقاح الإنفلونزا مهم جدا في فترة الحج. بالنسبة للإجراءات الوقائية العامة، احنا قلنا أن التطعيم يريحنا إذا كان موجود تطعيم لأي مرض، فهي الوسيلة الرئيسية الأساسية الناجحة اللي في العالم كله متعارف عليها أنها من أنجح وسائل الطب الوقائي في الفترة الأخيرة، هي وجود التطعيمات لأنها سهلة وبسيطة، وإذا الناس كلها تطعم فإحنا مرتاحين من وجود المرض في المكان. ولكن الوقاية في بعض الأمراض اللي احنا ما نعرفها، وفي بعض الناس اللي مثلا عندهم أمراض ما تمكنوا من أخذ الفاكسين، في بعض الناس ممكن يأخذوا التطعيم سبحان الله لكن يكون مناعتهم ضعيفة ما يقدروا يطلعوا أجسام مضادة كافية. وبصفة عامة للجميع غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار أو استخدام المعقمات، تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، الإجراءات العامة اللي كلنا حفظناها ونعرفتها في فترة كوفيد وفي فترة الحجر وما بعده، المحافظة على النظافة الشخصية وعدم استخدام أدوات الغير، الابتعاد عن التقبيل والمعانقة عند تحية الآخرين، تهوية الأماكن والغرف، الحرص على تنظيف الأدوات والأسطح أو التي يجري لمسها كثير مثل مقابض الأبواب الهواتف وغيرها لاحتمال تلوثها بالرذاذ وانتقال الأمراض، استخدام منديل ورقي عند العطس أو السعال في حال عدم توفر منديل ورقي، ممكن استعمال أي مناديل أو المرفق اللي هو استخدام إتيكيت العطس أو السعال في حالة عدم توفر المنديل لعدم يعني للحد من انتشار الرذاذ وانتقال المرض لا سمح الله إذا كان الشخص مصاب في المرض، ممكن يكون في فترة حضانة وما يعرف أنه مريض، تجنب مخالطة المصابين. كذلك في الصلاة استخدام سجادة، ما يكون في سجادة واحدة يستخدمها الكل لأنه ممكن كمان الشخص يكون مريض، وحصلت حالات أنه في الفترة هذه فترة العدوى أنه ممكن الناس يستخدموا نفس السجادة، المريض ممكن ينقل المرض للآخرين. دائما الشيء اللي نغفل عنه وننساه أنه التغذية الجيدة مثل تناول الخضروات والفواكه والإكثار من شرب السوائل وتناول أغذية غنية بالفيتامينات مهمة جدا للمناعة. كثير من الناس تكون صحتهم كويسة وتمام يقول لك أنا رايح الحج أنا صحتي طيبة، أنا دائما ما يجيني ما أحتاج أخذ إنفلونزا ما أحتاج أخذ لقاح لأنه أنا صح. لكن حتى لو كان الشخص صحته طيبة في فترة الحج زي ما قلنا تغير عليه المكان، تغير عليه الأكل، تغير عليه الشرب، ما نضمن إنه هو يأخذ كفايته من المواد الغذائية، ما نضمن إنه هو الغذاء اللي يستهلكه في هذه الفترة ممكن يساعده في المناعة، تقوية مناعته، بالإضافة إلى الجهد البدني اللي الحاج يبذله في فترة الحج. لذلك التغذية الجيدة وتناول الخضروات والفواكه مفتاح سري يمكن الناس كلها ما تعرف إنه جدا ضروري في فترة الحج التأكد منه.
لذلك أخذ قسط كافي من النوم والراحة، 8 ساعات يومياً ليحافظ الجسم على نشاطه وحيويته. برضو عدم أخذ قسط كافي من النوم ممكن يؤدي إلى خفض المناعة. لذلك إنه حتى لو كان الشخص في أيامه العادية مثلاً يقول لك أنا ما أحب أخذ الإنفلونزا في الحج ضروري، مع أنه هو مفروض ضروري في الحج وغير الحج، لكن نؤكد على هذا في الحج لأنه تجمع بشري كبير مسمي طب الحشود، فطب الحشود تغير أشياء كثيرة ويكون الخطر ما يشمل الشخص نفسه زي في الأيام العادية. أنا ما أبغى الطعام، أنا ممكن يجيني، لا، في هذه الفترة ممكن ينقل المرض لناس كثير، فيهم المصاب بأمراض المزمنة وفيهم اللي مناعته ضعيفة، ممكن مؤدي مو بس نفسه كمان، ممكن يؤدي الآخرين ويسبب في انتشار أمراض لا سمح الله، أو أنه المرضى حوالينه يصابوا بأمراض يعني مع وجود أمراضهم المزمنة ممكن يصيب مرض بصفة شديدة ويستدعي دخولهم المستشفى. اللقاحات اللي ضرورية ومطلوبة في فترة الحج هي اللقاح الرباعي للحمى الشوكية ACYW135 قبل الذهاب لأداء فريضة الحج كما ذكر الدكتور أشرف، في مدة لا تقل عن 10 أيام، أن لا يزيد عن 3 سنوات فترة اللقاح في حال استخدام اللقاح المتعدد السكريات، و5 سنوات في حال استعمال اللقاح المدمج. إذا كان الشخص لا يعرف نوع اللقاح الذي أخذه مثلاً فيعتبر أنه هو حتى لو كان أخذ اللقاح المدمج ولكن غير متأكد، فيجب بعد 3 سنوات استخدام اللقاح مرة أخرى للتأكيد، لأنه ما يضر أن يستخدم اللقاح بعد 3 سنوات حتى لو كان التغطية لمدة 5 سنوات، لكن يضر لو كان غير محصن وتعرض لشخص حامل للمرض وأصيب بالحمى الشوكية ونعرف أنه هو مرض خطير. بالنسبة للإنفلونزا قبل الحج بأسبوعين ضروري طبعاً، مفترض أن الأشخاص مو بس عشان الحج، مفترض أنه يكون أخذ الإنفلونزا الموسمية يعني سنوياً، لكن إذا ما كان الطعام لازم يكون أخذ قبل الحج بأسبوعين. لذلك تطعيم الكوفيد-19 كما ذكر الدكتور أشرف أنه أغلب الأنواع هي جرعتين، ولكن إذا كان الشخص في فترة الحج عدى على الجرعة الأخيرة 3 أشهر لازم يأخذ جرعة جديدة، لأنه لازم أن يكون بين آخر جرعة وقت الحج 3 أشهر أو أقل من 3 أشهر. لقاحات المكورات الرئوية اللي هي نسميها النيموكوكا، اللي يعطي هذا اللقاح للبالغين الأكثر عرضة للخطر والإصابة بالمرض الذين يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق، وممكن حتى أقل من ذلك، وحتى الآن متوفر اللقاح لمن هم في عمر 50، وكذلك البالغين المصابين بأمراض مزمنة، المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم والدهون والربو وأغلب الأمراض المزمنة يجب عليهم أخذ اللقاح المكورات الرئوية لنضمن عدم إصابتهم بالالتهاب الرئوي خلال فترة الحج. الخلاصة أن أخذ اللقاحات قبل الحج بفترة كافية أمر ضروري لوقاية الحجاج من بعض الأمراض المعدية، اتباع الممارسات الوقائية التي ذكرت في سابقا واللي احنا نعرفها في أيام الكورونا، بالإضافة إلى كذلك قلنا أنه في فترة الحج أهميتها تزداد، وذلك للتقارب واحتمالية الاحتمالية الأكبر لوجود ناس حاملين للمرض. شرب كميات وافرة من الماء من 8 إلى 10 كؤوس يوميا بالإضافة إلى شرب العصائر الطبيعية للوقاية من الإصابة بالجفاف. تناول الفواكه والخضار الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والبرتقال حيث تساعد على الحفاظ على توازن مخزون المياه في الجسم. أخذ قسط كافي من النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميا. وأخيرا درهم وقاية خير من قنطار علاج. وشكرا لحسن الاستماع. الله يديك العافية، شكرا دكتورة رجاء. فعلا الدرهم وقاية خير من قنطار علاج. مسك الختام مع دكتورة فخر الأيوبي، صيدلة إكلينيكية علوم أمراض القلب وأمراض المزمنة، ومشهورة بسم الله ما شاء الله تبارك الله في موضوع الحقيبة الصحية المفهوم نفسه. حنسمع من الدكتورة كيف تطبيقه في الحج والاستخدام الدواء الأمثل للحجاج. تفضل دكتورة فخر. شكرا جزيلا دكتور، شكرا للشركة المنظمة، شكرا للشركة الداعمة، وشكر طبعا الأهم للحضور وللصحافة، وأتمنى إن شاء الله أن تكون المحاضرة ذات قيمة، خاصة أنها زي ما أنتم شايفين عن الحقيبة الطبية. هي سميت حقيبة طبية لأنها يعني تكون كمية من العلاجات متواجدة في حقيبة. هذه الحقيبة لماذا سميت طبية؟ لأنها لابد أن تكون محافظة على مواصفات معينة، سوف أتطرق إليها إن شاء الله في الشرائح القادمة.
دائما كصيدلانية أحب دائما طبعا إني أطفي الضوء على الأدوية، وخاصة والمهم في الأدوية طبعا في حسب المناسبات. كما تعرفون طبعا في الحج من الصعب جدا أن نتنقل لكميات كبيرة من الأدوية، وخاصة بعض الأدوية تحتاج إلى صفات معينة في تخزينها، تحتاج إلى مواصفات معينة في تنقلها، وكذلك طبعا من أهم مدة صلاحيتها. لذلك كنا في بعض السنوات كان لابد طبعا من، وخاصة في وقت الجائحة وفيما بعد، حتى بعد كذا لما شفنا كورونا طبعا ادتنا دروس جميعا في كيفية التفكير بشكل سريع ولائق وبوثبات عالية جدا، وطبعا بديناميكية عالية في التغيير والتطوير حسب الحاجة. فكان لابد من اختراع شيء اسمه الحقيبة الطبية، ولكنها الآن تخصصية. لماذا هي تخصصية؟ لأن الآن نحن طبعا نتكلم عن الحج والحجاج، ولابد أن تكون مناسبة لهم وتكون تخدم متطلباتهم. بما أن الندوة الآن كانت عن اللي هو الحج الآمن والوقاية، وأيضا طبعا الحج الآمن والسليم من غير أمراض أو مضاعفات، فلابد أن أتطرق إلى الحقيبة الطبية للحجاج، لأن الحقيبة الطبية ليست فقط للحجاج، هناك أنواع منها، وكما تطرقت في الدقائق السابقة تعتمد على حسب حاجة المسافر، المنزل، الإسعافات الأولية وهكذا. بالنسبة لي الآن أنا حاول إن شاء الله في الشرائح القادمة أن أتكلم عن محتوى الحقيبة الطبية للحاج بشكل خاص. لماذا أحتاج إلى حقيبة طبية للحاج؟ كما تلاحظون طبعاً أنه حسب المحتوى سوف أقوم بالإجابة على هذا السؤال. هي بشكل عام هي تحتوي على الأدوية الإسعافية وليست الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية لها ناسها، والدولة مشكورة طبعاً، والوزارة الحج وجميع الطاقم الطبي هناك يقوم بالإسعافات الأولية الأساسية وهم متواجدين في كل مكان. لكن الحاج في خيمته ولا في مكان اللي هو يؤدي فيه الحج لابد أن يكون هناك أدوية إسعافية له هو كحاج كإنسان بإذن الله جاي يؤدي فريضة الحج ويعود إلى أهله سالماً غانماً إن شاء الله. الهدف الأساسي من الحقيبة في الحج توفير العلاج الأولي لحين حضور المسعف أو الوصول لأقرب مكان لتقديم الرعاية الصحية الكاملة. هذا هو الهدف الرئيسي من الحقيبة الطبية في الحج. أقصد بذلك إما أن يحدث وأن يكون هناك طبعا بعض الإسعافات التي تساعد على الصمول إلى أن يأتي إن شاء الله الناس المتخصصة، أو ينقل الحاج إلى المكان الموفر والمهيئ بكميات كبيرة في شعائر الحج من أجل تقديم المعونة الطبية إن شاء الله المسعفة له ولحالته الطبية. ما هي محتويات الحقيبة؟ طبعا هي اجتهادات للأمانة كانت طرحت في أحد السنوات تم تطويرها، طرحت الآن مرة ثانية، وبإذن الله في كل مرة نتعلم ونطور ونحدث من احتياجاتنا لها، لأنها زي ما أنتم عارفين حقيبة الحج الريفرنس لها هي المملكة، لأنه إحنا أصحاب الفكرة وإحنا المنفذين لها. فما في حاجة تقولي طب أمريكا إيش سوت، كندا إيش سوت، معلش هذه يعني إكسكلوسيف لنا في المملكة العربية السعودية. فطبعا كطاقم طبي وكصيادلة متخصصين وأطباء في أسرة في طب الأسرة والمجتمع، الأطباء أيضا متخصصين، اجتمعنا وقررنا أن تحتوي على الآتي. أول شيء طبعا نحتاج إلى دليل إرشادي موضح بالصور عن مناسك الحج. طبعا يمكن بعض الحضور الآن ما يصدق، لكن جزء كبير من إخواننا المسلمين لما يجوا هنا المملكة في بعضهم سبقا ما هو عارف إيش هي الأركان الأساسية، أو بعضها حتى إيش مكانها وإيش معناها، حتى عرفة حتى ميناء وهكذا. فنوع من إن شاء الله الخدمة للدين للشعائر، وبالتالي طبعا أكيد لضيوفنا الكرام، يكون في هذه إرشادي موضح بالصور، لأنها زي ما اتفقنا المسلمين ما شاء الله من كل أقطاب العالم بلغات مختلفة، قد نغطي مثلا من 5 إلى 6 إلى 7 لغات، لكن غير قادرين على تفسير جميع اللغات. فالصورة هنا هتكون طبعا أفضل إن شاء الله دليل لهم ومرشد لهم. أيضا المواد الطبية اللازمة وزي ما اتفقنا هي هتكون إن شاء الله إسعافية، وتعمل أيضا على العناية بالشخص المريض أو الشخص السليم الذي تعرض إلى ظرف معين أو هبوط في السكر، هبوط في الضغط أو ضربة شمسية.
أرقام الهواتف المهمة طبعاً زي ما أنتم عارفين كلهم ضيوف عندنا، يمكن سهل على السعوديين يعرفوا بعض الأرقام أو المقيمين عندنا في المملكة، لكن هم ضيوف محتاجين طبعاً إلى دليل إرشادي يحتوي على هذه الأرقام. لاحظوا كل هذا إحنا ما بدأنا في الأبيض، فبالتالي هذا جهود الأطباء اللي كانوا معانا اللي هم برضو جزئية الوقاية مهمة عندهم. وطبعاً أكيد أعتقد يمكن كثير مننا من الحضور الآن يشاطرني الرأي إنه هم فعلاً في بعضهم يحتاج إلى مرشد، فأتمنى إن شاء الله في المرات القادمة يكون في مرشد سياحي معهم. هي صح شعائر دينية، لكن حتى وجود المرشد السياحي سيكون بإذن الله عون لهم. أكيد محتاجين إلى مقص، المقص ليس فقط لقص الشعر بعد فك الإحرام، لا، حتى بعض الأحيان يحتاجوه حتى في قص الضمادات، الملابس اللي هي ممكن تكون ضيقة في بعض الأحيان، إسعافات أولية في بعض الإصابات، منظم أدوية لمدة أسبوع كصيدلانية طبعا لازم أخذ كذا التاتش حقي، فسويت هذه الفكرة. إيش أبغى منها؟ أنتم عارفين مع الحج ومع الشعائر ومع الضغط النفسي اللي فيه المريض، أو أنا آسفة الحاج، يحتاج إلى شيء يساعده على التفكير في أنه خذ الجرعة ولا لا. هو ما هو في وضع عادي ترى، هو ما هو في بيته في منزله مع أصدقائه. فلما أقسم أنا الجرعات على مدى أسبوع على الأقل، الحاج أول ما حينسى ولو أخذ العلاج ما يحضر مرة ثانية، فهذه منظم له أول حاجة، مذكر له حياخذ العلاج. الثانية لو حصل وأخذ العلاج ما يكرر أخذه مرة ثانية بالغلط. طبعا يحتاج إلى مضاد عشان لو حصل في أي إصابات مستحضرة أو مضادات لإيقاف النزيف، مهم جدا طبعا هذا. وأعتقد يعني هذه من الأشياء اللي ممكن تساعد في الإسعافات الأولية في حالة حدوث أي إصابات أثناء الحج. مسكن منخفض حرارة شيء طبيعي جدا، لأنه هذه أشياء ممكن تعرض لها الحاج، لا سيما في بعض الأحيان درجة الحرارة عندنا في موسم الحج ممكن تكون عالية جدا. قطرات الجفاف العين، وهذا شيء مهم عشان ما يصير لا سمح الله تخرشات في القرنية أو يحصل له إصابات، عشان يقدر يكمل الحج وهو مستمتع إن شاء الله. برضو مراهم البثور أو اللي هي يقال عنها اللي هي الجروح أو الخدوش، غسول الفم ومطهر له عشان طبعا موضوع الالتهابات ممكن تكون حتى فيما بعد مزجله، أو حتى أمراض القلب. هذه الأمور مهمة جدا طبعا، والأمراض المزمنة ما يحصلوا التهابات أثناء الحج. مضاد الغثيان والمغص، وهذه يمكن أكثر شيء، والدكتور أشرف مشكورا طبعا أتكلم عنها، سواء كانت اللي هي التسمم الغذائي أو فيما بعد تغير الجو وتغير الطقس، وجود طبعا مجتمع مختلف وبالتالي ممكن يكون في أشياء جديدة ظهرت، فالأفضل يكون في مضاد الغثيان والمغص ومضاد الحموضة. اضطراب الكحة طبعا في حالة وجود أي، وانتم شايفين طبعا يمكن في الزاد أكثر شيء برموا موية باردة على أنفسهم، ممكن يحصلوا جماعات الفيح أو ممكن يحصلهم إصابات، فاضطراب الكحة مهم جدا، مستحضر لعلاج الحروق، والحروق مقصود فيها طبعا الدرجة الأولى، الدرجة الثانية والثالثة، هذه يعتني فيها المركز الصحي المتواجد. في بعض الاقتراحات، وأعتقد ممكن هذه تكون منطقة حوار حتى للأخوان الصحفيين الموجودين معنا، اللي هي هل نحتاج إلى مزيد من هذه العلاجات؟ هل تكبر يعني الحقيبة ولا نكتفي بما كان في السابق؟ علاج نزلات البرد، ومقصود فيها طبعا اللي هي التنشيف، اللي هي الأدوية التي تستخدم في حالة وجود سيلان، في حالة وجود عدم اتزان وهكذا، هل توجد في هذه الحقيبة ولا أنها تضاف من الأدوية الموجودة في المستوصفات؟ علاج الحساسية والطفح الجلدي، البلاسترز والشرائط لها سواء الضمادات، الترمومتر اللي هو مقياس الحرارة، هل نحتاجه في نفس الحقيبة؟ شمسية للوقاية من الحر، رباط ضاغط، دهان الألام والرطب والمفاصل، هذه طبعا يعني حتى شباب مننا سبحان الله في الحج ممكن تصير هذه الألام. برضو مطهر قطن، وحتى بعض الباتشات اللي مجهزة في الصيدليات فكرتها الأساسية هي تعقيم الجروح، هل نحتاجها برضو؟ أكياس طبعا مهمة، قفازات عشان الموضوع بعض الأحيان التلامس وبعض الأماكن المزدحمة، وجود طبعا أكياس بلاستيك مهمة أكيد تكون مع الحقيبة، والقطن للأذن وتنظيفها. زي ما اتفقنا بالنسبة للبطاقة الأساسية اللي قلت لكم عنها هي الإرشادية، اللي هي فيها طبعاً الإسعافات الأولية. الحين جزء كبير من الشيء اللي هو مقصود فيه هو التثقيف في الحاج طبعاً، فبعض الأمور ممكن تتحط في الحقيبة ولكن تم شرحها للحاج.
لانه في بعض الامور لابد ان يدرب عليها، ما نقدر نقول والله لو حصل لك نزيف سوي كذا، لو صار لك لا تكون جاهزه عندي، بحيث انا كمسعف لما اوصل للحاج اكون عندي حقيبه فيها هذه الادوات. كيف يفك الحزام لو حصل فيه لا سمح الله حروق، حصل فيه نزيف، يقص القماش، يقص الملابس، هذه كلها اعتقد من الاشياء التدريبيه اللي ممكن بعد كذا ان شاء الله نسويها للحاج، حتى لو نسوي زي اورينتيشن ساعتين او ثلاث ساعات نشرح لهم كيف يتصرفوا في حال يجيب مثلا لا سمح الله اختناق، اجسام غريبه دخلت في المجرى التنفسي. ما اتوقع طبعا انها تكون موجوده في كل الحجاج، بس على الاقل عدد معين يتم تدريبهم على هذه الاشياء بحيث عند الحاجه ان شاء الله يكونوا عون لنا في طاقم صحي. طبعا من الاشياء برضو اللي هم قلنا عليها اللي هي الادويه الخاصه بالاسعافات الاوليه، انا يمكن حاطه بعض التفصيلات هنا عشان بعد كده ان شاء الله يتم طرح الاسئله يصير هذه الشرائح ان شاء الله فيها الاجابات، اللي هي زي ما قلنا مضادات القيء. ممكن نبدا بال الاسئله، لكن حابب بس في البدايه اشكر الزملاء على المحاور الثريه، ناقشنا اشياء كثيره خلال الملتقى، بدايه بالنصائح الطبيه قبل اثناء بعد فتره الحج. تكلمت الدكتوره رجاء الله يديها العافيه عن الامراض الوبائيه وكيفيه الوقايه منها، الدكتوره رجاء تطرقت بشكل كبير للحقيبه، حقيبه الحاج والادوات والادويه الاسعافيه المفترض تكون فيها. عندي رسالة أخيرة بس حبيت أني أضيفها تخص الأخوان والأخوات الحجاج اللي هم من فئة مرضى الأمراض المزمنة، أمراض السكر، أمراض القلب، أمراض الجهاز التنفسي، مشاكل اللي عاملين زراعات مثلا زراعة كلى أو كذا اللي عندهم نقص في المناعة، هذول لابد أن يكونوا يحطوا نصب عينهم أنه هم من أصحاب الاحتياجات أو أصحاب الـ الأمراض اللي ممكن تتسبب لا سمح الله لو حصل لهم يعني مرض معين تدهور في الحالة الصحية بشكل سريع، تسبب دخولهم لا سمح الله إلى المستشفى عناية مركزة أو لا سمح الله الوفاة. خصوصا إحنا الآن نتكلم عن وجود أدوية موجودة للعلاجات اللي هي المضادات الحيوية، المضادات الفيروسية، تستطيع أن الواحد يتعامل مع الحالات هذه عند وجودها، فلا بد أنه هو يكون في بالهم أنه هم أكثر عرضة من غيرهم من الحجاج لأمراض الحج. دكتورة معليش طيب أوكي نرجع لك مرة ثانية إذا باقي عندك كم سلايد ونبدأ بعدها على طول الأسئلة، تفضلي. زي ما اتفقنا برضو بعض اللي هي الأدوية المسكنة لألام الأسنان، للألام اللي تحصل في الحج، والأهم شيء طبعاً الآن التركيز على المضادات الحيوية، ومهمة جداً طبعاً لأنه المضاد الحيوي لابد أن يكون بإشراف طبي، لابد أن يؤخذ بشكل صحيح، والأهم من هذا كله ما نوقفه من نفسنا فنقول للحاج هذا الكلام، يصير له تعليم وتثقيف، العلاج هذا لازم يكمل للآخر، لأنه لو ما حصل هذا الشيء ممكن حتى يصير في مضاعفات أكبر. الجزئية اللي بعد كده حتكون طبعاً مهم أنه الحقيبة برضو لو حصل والمريض هذا أصلاً جاي هو عنده مرض مزمن زي أمراض السكر، أمراض القلب، وفيما بعد طبعاً حنظهر في جزئيات أخرى. أمراض السكر لازم يكون عنده كمية كافية للأدوية حقته، لأنه ما هو متوقع أنه تحاج أنه نصف له هذه الأشياء في الحج، أدويته مختلفة، جرعاته مختلفة، فلا بد من التركيز على هذا الشيء، وخاصة في الوقت اللي حيكون فيه زي ما انتم شايفين عدد من الملايين في نفس المنطقه، لابد يكون عنده كميه كافيه من العلاج، ولا يصير من تحضير لهذه الحقيبه بالجرعات الصحيحه، ولو كان في برضه تخزين لها بالشكل السليم، ادويه القلب من المضادات البيتا اللي هي كلها هذه البيتا انجيوتنسين بروفيرتين انزيم انهبيترز، يعني كل الادويه اللي هو المفروض بياخذها بتحط بطريقه سليمه في هذه اللي هي الجهاز اللي يكون يحتوي على 7 جرعات أو 7 أيام في الأسبوع بطريقة سليمة بأعداد صحيحة. أمراض الربو طبعاً والبخاخات، كيف يستخدم هذه البخاخات، ولو حصل وفيما بعد طبعاً صار لها سواء كان سوء استعمال أو عدم تخزينها بشكل سليم، كيف تخلص منها وكيف تحصل على بديل لها، مضادات التخثر وغيرها من الأدوية الخطيرة، مضادات الصرع، الأدوية حقت المناعة، كيف يحصل على كميات مناسبة، ما نبغى كميات ضخمة لأنه ما يقدر يتحرك فيها،
بنفس الوقت كميات تكفي الفترة اللي حيكون فيها حاج ويتم الحفاظ عليها بشكل سليم. بعض التعليمات المهمة جدا للحجاج في عملية تخزين أو حفظ الأدوية، وهذه أعتقد جزء كبير منها إحنا كمسؤولين عن هذا الشيء ككادر طبي، القطرات وكيف يستعملها، ما تتنقل من عين لعين، هي شخص واحد يستخدمها عندما تفتح يعني يكتب عليها التاريخ ويتم التخلص منها بعد شهر بكثير. الحبوب على سبيل المثال تكون في أماكن جافة ما تتعرض لأشعة شمس مباشرة، حتى لو كانت من النوع اللي ما يتأثر بالأشعة، لأنه لو درجة الحرارة 50 أكيد حيتكسر المادة الفعالة اللي فيها فما حتدير المفعول المطلوب. الشراب والشرابات الموجودة لابد أن تكون أكيد بعيدة عن أشعة الشمس ودرجة الحرارة ما تكون عالية لتوجد فيها هذه العلب. أنبوبات أو إبر أو أقلام الإنسولين لابد أنها تكون في درجة حرارة مناسبة، لذلك لابد أن يكون في حافظة تحفظها بشكل خاص جدا ويكتب عليها تاريخ فتحها ويتم التخلص منها ماكسيموم بعد فتحها بأسبوع إلى 10 أيام. أيضا إبر الهرمونات الإبر الأخرى هي تتكسر طبعا بالحرارة، تحفيظات خاصة لها توضع بشكل سليم بجرعات صحيحة ويتم التخلص منها بشكل صحيح، كما أنه بعضها فيها إبر فما يكون مؤذية للفجاج أثناء أداء الحج. الآن الحملات التوعوية أعتقد هذه من أهم شروط الحج الآمن، وهذه نصيحتي طبعا للزملاء سواء في المهنة أو الصحافة اللي هم الإعلام بجميع أطيافه. نحتاج إلى بروشورات دائما توعية بلغات مختلفة، نحتاج إلى منسقات تكون متواجدة بسواء كود أو كيو آر عشان موضوع عدم وجود نقل العدوى سواء كوفيد أو أي أمراض وبائية أخرى. الندوات اللي زي كذا لازم أن تكون كميات مكثفة قبل الحج وقت الحج فيما بعد حتى برضو. أعتقد برضو برامج الإذاعية والتلفزيونية، وكان أغير حمود والد زهر الأيوبي سوى برنامج توعوي عن الحج إلى عرفات، إلى الآن يطرح تعرفه هذا الشيء، فلابد أن نكثر من هذه البرامج. هذه البرامج أول حاجة توعوية للحاج على أداء الحج بشكل سليم، وأيضا كمان يكون له توعوي لمناسبة الحج وفرائض الحج وكيف يكون حاج إن شاء الله مؤدي فريضه بشكل سليم مع الفتاوى الشرعية، يكون هناك أيضا فتاوى طبية مرافقة لهؤلاء الحجاج. منشورات إلكترونية والسوشيال ميديا مهمة جدا في هذا الوقت، تكون مكثفة وتكون مصادر موثوق منها. الهدف من التوعية للحاج أنا رأيي هو الحصول على حج آمن في الآخر، مو والله إيش سوى فلان إيش سوى الجنة فلانية، كلنا نتكاتف نتعاضد لأنه في الآخر هذول ضيوفنا هم ضيوف الرحمن، فلا بد أن يقربوا من الناحية العلمية من الناحية الصحية، وطبعا تواجدنا لخدمتهم بإذن الله ليكون هناك حج آمن بإذن الله. وأشكركم جزيل الشكر على إعطاء الفرصة للتحدث عن الأدوية، وبانتظار الأسئلة إن شاء الله. طيب الله يديك العافية. أنا ما أحب أطير على الزبل الحاضرين والإعلاميين، أمسية جميلة جدا يعني كانت بدايتها مسك ونهايتها مسك، سمعنا النصائح العامة والنصائح الخاصة والنصائح الخاصة بالأدوية تحديدا. نتمنى للحجاج السنة هذه بإذن الله الواحد الأحد حج آمن صحي بعيد عن كل المنغصات، ويتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال بإذن الله. كرر الشكر للدكتور أشرف، كرر الشكر للدكتورة رجاء، كرر الشكر للدكتورة فخر، دائما يعني في الموعد على قولهم، والمعلومات الثرية دائما راح يستفيد بسماعها منهم، ونتمنى بإذن الله يتم ويستمر التواصل هذا بشكل سنوي. إحنا بالنسبة لنا في فايزر نعد بذلك، وبإذن الله يعني المواسم القادمة يعني خارج موسم الحج يكون برضو التواصل هذا لبناء مجتمع صحي ومجتمع مثقف طبيا بإذن الله. بإذن الله. والشكر موصول كمان لك دكتور هاني ولكم في شركة فايزر على دعمكم المتواصل، وأيضا الشكر للأخوة الزملاء الصحفيين من الذين شرفونا بحضورهم من جميع الصحف، وللمجلس التنسيق الأعلى لحجاج الداخل وفي مقدمتهم سعادة الدكتور ناصر السهلي مستشار البرامج والشراكات في المجلس. وشكر موصول لكم أيضا أخوتي الحضور من كل مكان من السادة الأطباء والممارسين الصحيين في الحج
نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم فائدة في هذا اللقاء، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.